السؤال بيقول من أول من قال يا عوين في التاريخ ولا من قيله يا عوين؟ طبعا هذا يا عوين معروفة، ما تسأل الناس بيشتغلوا بتساعدهم يا الله يعينكم، هذا معناه الله المعون. أيه. يا عوين يا عوين هذا عارف المنطقة الزيدية أكيد السن فيزياء يا قريب فيزياء طيب يلا أنا أستاذ فيزياء بس هذه يا عوين يعني حتى ما هي من اللغة العربية، هي لغة عامية أصلاً. أيوة. ففي اللغة العربية معناها الله يعينك. أيوة. أو الله المستعان. ما معنى يا عوين هي الله يعينك؟ نعم. مجموعة بيشتغلوا ما تصير عند الزبيب يقولون يا عوين. عوين. الله أنا دائماً نقولها دائماً نقولها. أيوة. صدق بس الحقيقة والله ماني عارف أول من قالها يعني الكلمة. ما بتذاكر. ما بتذاكر. من أول من قال يا عوين؟ في التاريخ ولا من قيلت؟ مش عارفة. خلاص أدي سؤال ثاني. واحد في واحد باثنين أم باثنين؟ واحد. في واحد باثنين أم باثنين؟ باثنين. كده أستاذة. درست أنت؟ أيوة. لا كملت الثانوية. إن شاء الله. واحد في واحد باثنين أم باثنين؟ واحد بواحد باثنين. لا لا واحد في واحد بواحد. غلط. صح ولا؟